في انباء عن اكتشاف جسم غريب في الاسماعيليه. طيب احنا معانا الاستاذه نهله نوير من مواصله الوطن. استاذه نهله صباح الخير. الاول يا ريت قولي لنا ايه الوضع هناك؟ الوضع دلوقتي هو جسم غريب موجود في الشارع، فجميع الاجهزه قايمه على تحليل الشنطه. هو يعني داخل ايه شنطة. يعني ايه جسم غريب؟ شنطه يعني محطوطه ايوه داخل كرتون؟ شنطه مقفوله محطوطه على ظهر عربيه بقالها اكتر من 3 ساعات او 4 ساعات. وما زالوا فرق ما زالوا بي... يا فندم فرق ال 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 الكشف عن المتفجرات موجودين بالموقع الحدث. موجودين في موقع الحدث. تمام. ان شاء تمام. الله خير يا رب، ويا رب ربنا يسلمك. يا رب ان شاء الله الايام دي على خير ان شاء الله. العبوه قد ايه يا استاذه نهى؟ كبيره، شنطه كبيره، شنطه هاند باج كبيره شويه كده. شنطه هاند باج. احنا الصور دلوقتي موجوده معانا على الهواء مباشره. ايوه يا فندم انا بعتها لحضرتك دلوقتي. تمام استاذه نهى اهي دي الصور الان من الاسماعيليه. مواقف اسماعيليه. نعم. ولسه ما تاكدوش اذا كانت عبوه ناسفه ولا لا؟ لسه ما زالوا دلوقتي لسه ما تاكدوش ان هم ان هي قنبله، بس هي يعني بيقولوا 90% ان هي قنبله، يعني الشرطه والناس اللي حواليها بياكدوا ان هي قنبله. نعم. اهم حاجه بس المواطنين يا ريت يبعدوا، بلاش حكايه نتفرج على القنبله دي، يعني يا ريت. هو الشعب المصري كده، كل الناس حوالين القنبله عايزين يشوفوها ويتاكدوا منها. يعني حاجه بصراحه سلوك غريب شويه. ربنا يعدي الايام على خير يا رب ان شاء الله. طيب هما هل اخلوا المنطقه اللي حوالين القنبله دلوقتي ولا لسه؟ لا ما فيش اخلاء لاي حاجه ولا السكن ولا اي حاجه، حتى الناس اللي هم المدنيين لسه موجودين في الشقق وبيصوروا من فوق، ما فيش اي حاجه. يعني اللي واقف في البلكونه واقف في البلكونه بيصور. بيصور، ما في يعني بينهم وبين الشنطه حوالي 3 متر او 4 متر. لا ما فيش كردون امني طيب موجود كده؟ عملوا كردون امني، ما انا هبعتهم في الصور لحضرتك. نعم تمام. تمام. انا بشكرك جدا استاذه نهله على هذه المداخلة.